ازدواجية الجنسية، تعني حمل شخص واحد الجنسية شبه لدينا وأكثر، حاجة اللي عادية ومتداولة. لكن في كرة القدم كونك ذو جنسية مزدوجة فراك تحط في موقف لا تحسد عليه بإحدى أهم مراحل حياتك الكروية، ملي توصل لتمثيل المنتخب الوطني فين كيخصك تعزل بالأم الطبيعية أو الأم المربية. فالمغرب أحد أكثر الدول استفادة من نجوم كبار قرروا اختياره لحساب منتخبات عريقة، خصوصا هولندا وإسبانيا، ولعل آخر حالة كان بطلها ضيف حلقة اليوم اللي خلق ضجة كبيرة بزاف وتلقى أكبر كمية رسائل سب وقذف بعد ما سرب أنه اختار إسبانيا نجم برشلونة السابق عبد الصمد الزلزولي. زاد عبد الصمد يوم 17 ديسمبر 2001 بالمغرب، بالضبط مدينة بني ملال وسط أسرة شعبية يقودها أب كل رغبة في تحسين جودة عيشهم، فما كان عليه غير يتابع طريق أهل المنطقة معروفين بالهجرة لأوروبا. وهاجرت الأسرة سنة 2004 لإسبانيا، بالضبط مدينة إيلشي بحي كاروس، الحي الأكثر فقرا بإسبانيا حسب مكتب الضرائب الإسباني. وبدأ مداعبة المستديرة بأزقة والساحات تحت مراقبة أخويه اللي كيكبروا في السن وتربى فيه مع الوقت حب الكرة، شي اللي مهد لولوج الأكاديمية شبينيا ريفار لصق الموهبته وتعلم أساسيات وأبجديات الكرة الحديثة. لكن مقامه ما طالش وغير الوجهة لعدة نوادي حتى استقر به الحال أكاديمية نادي إيلتشي، نادي المدينة اللي حكموها المغاربة بالقرن 13. كأن الزمن أعاد الفرصة لعبد الصمد باش يحكمها كرويا، لكنه فشل والحسن حظه شافو كشاف نادي هيركوليس وعرض عليه فكرة التحاقه بالنادي ليصبح لاعب ناشئ تحت قيادة أنطونيو مورينو دومينيغيز وهو في 15 من عمره. نادي هيركوليس عطى الأبدي كل ما يحتاج من أساسيات باش يطلع المستوى ويرجع لاعب واجد للمنافسة. 3 سنوات ليوقع أول عقد احترافي ليه سنة 2019 مع الفريق الأول الممارس بالدار الدرجة الثالثة، فين كتواجد الفرق الرديفة لبرشلونة، إسبانيول، فياريال، ثم فالنسيا. هذه الأخيرة جهزت مبلغ 10,000 يورو للظفر بالمغربي بعد انطلاقة جيدة، لكن تردد الإدارة ما خلاتش الصفقة تكمل وبقى كياخذ ماتشات في رجليه ببطولة الهواج معروفة بقوتها وخشونة اللاعب بها، الشيء اللي طور في عبد الصمد بزاف ديال المزايا كسرعته وجودة المراوغات. Ha terminado mandando el esférico a las nubes. Pero pues sí, Abde, madre mía, ¿dónde se ha metido Abde? ¡Madre mía, ¿dónde se ha metido Abde! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Dani, llama a la ambulancia, que me voy! ¡Ya, Abde! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Acabó haciéndolo solo! ¡Abde! ¡No necesita a nadie! ¡Se metió, se fue de todo el mundo! ¡Llegó la portería Hércules! Vence el conjunto de Manolo Díaz. Ahí vemos la repetición y el golazo. Remató con rabia Abde, el jugador que estaba en su salsa, que era protagonista del partido. Arrancó esa jugada desde la barra. ليوناد علي لأول مرة للمشاركة بكأس العرب رفقة المنتخب المغربي الأقل من 20 سنة بعد ما سبق ولعب للفئات السنية الصغيرة. مشاركة لعب فيها 5 مقابلات وسجل هدفين. العرب تحت 20 سنة المقامة في المملكة العربية السعودية والكرة والمحاولة في منتصف الملعب بدون أي رقابة بدون أي تدخل والهدف الخامس جول الهدف الخامس جول 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 خامس لمنتخب المنتخب المغربي قدم نفسه بشكل مميز وحتى الآن يقدم نفسه في هذه البطولة. محاولة عبد الصمد خطيرة جول خطيرة جول 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 لمنتخب المغرب الهدف
الرابع أو الهدف السادس لمنتخب المغرب. ليعود للأندلس يخوض آخر موسم ليه بنادي هيركوليس قبل ما ينقض عليه نادي برشلونة صفقة محترمة قدرت مليوني يورو لتعزيز الفريق الرديف على مدى 3 سنوات. فريق اللي دار أصلا لتطعيم الفريق الأول بلاعبين واجدين لأقصى درجة وبدأ مغامرته مشاركات متذبذبة تحت قيادة سيرجي باراخوان اللي كان مآمن موهبة المغربي وهو اللي كان موظفه كجناح أيسر. أول 6 مقابلات وفي الوقت اللي كان عبد الصمد كيقلب على الاستقرار كان هناك عدة تصدعات بالفريق الأول انتهت بإقالة المدرب الهولندي كومان ورئيث ما يلقاو البديل تم تصعيد المدرب باراخوان. هذا الأخير ما مشاش بيدي خاوين ودمعه عبد الصمد يقدم للجمهور بمقابلة ألافيس يوم 30 أكتوبر 2021 بالدقيقة 80 ثم مقابلة سيلتا فيغو دقائق قليلة لكن مردود أبدي كان كبير وكان واضح أنه قليل من الفرص أتخلي نجم واعد ببرشلونة خصوصا مع تقلص الخيارات الهجومية بإصابة معظم المهاجمين ورغم تعاقد برشلونة مع مدرب جديد واللي ما كانش غريب على النادي بل أسطورتهم تشافي أرنانديز واللي بدوره كتوشيف في سن صغيرة وتعطاته فرصة باش يقلع فما غاديش يقدر يخفي إعجابه بأبدي وصرح أنه شكل مفاجأة سارة للفريق أنه لاعب مراوغ يتميز بقدرات فنية عالية وقوة جسدية كبيرة. وبدأ المدرب كزافي هرنانديز في الاعتماد عليه كبديل ليخطف الأنظار ويتحول في لمح البصر لأحد النجوم الواعدين والمحبوبين بالنادي لتسرع إدارة البولوغرانا في وضع شرط جزائي بقيمة 200 مليون يورو شيء اللي تبين أنه عاقدين عليه أمل كبيرة للمستقبل خصوصا بعد تسجيل أول هدف بمسيرته الاحترافية ضد نادي أوساسونا يوم 12 ديسمبر 2021. وأصبح أبدي عنوانا عريضا في مختلف الصحف والمجلات وأضحى حديث لكل مواقع التواصل الاجتماعي فكلها الضجة والنجاح الكروي اللي وصل ليه خلى الناخب المغربي وحيد علي لوزيتش يبادر بس يستدعي لتعزيز صفوف المنتخب بالكان البطولة الأكثر كرها عند الأندية الأوروبية وذلك الخشونة اللاعب بها وبالتالي احتمال كبير في إصابة النجوم. أبدي الصمد إرزولي أبدي C'est un garçon qu'un petit peu tout le monde a un petit peu parlé. C'est un joueur qui joue aujourd'hui à Barcelone. J'ai parlé quelques fois avec lui déjà. Il a dit vraiment le mot très encourageant qu'il est fier de porter maillot de Maroc. Bon, on va parler avec son président, son entraîneur un petit peu. عكس ما كان ينتظر الكل عبدي ما جاش وتم تعويضه باللاعب طارق تيسودالي وخرجت الصحافة الإسبانية بخطوط عريضة مولينا عن اختيار عبد الصمد المنتخب لاروخا عن اقتناع شي اللي هيج الجمهور المغربي والنتيجة كانت تلقي الزلزول إحدى أكبر هجمات السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت قضية رأي عام قسمت الشارع المغربي النصفين بين مؤيد الفكرة التريث في القدوم حين ضمان مكانه ببرشلونة. هو اللعاب ما رفضش أولا هو اللعاب قال بغى أنه هاد الوقيته أنه يبقى مع فرقته ماشي يرفض أنه يلعب للمنتخب المغربي بالعكس هو لعب في اللي كاتيجوري المنتخب المغربي. وبين من يؤمن بقدسية تمثيل المنتخب وأنه حتى حاجة ما خاص توقف في طريق اللعب بألوان الفريق الوطني. أولا فيما يتعلق بالزلزولي فكما قلت لك راه الزلزولي لن يغير شيء. وبقات القضية مبهمة لغاية الخرجة الشهيرة الرئيس الجامعة المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع فين أشار أنه عبد الصمد ما رفضش حمل القميص الوطني وأنه طلب فقط تأجيل قدومه لشهر مارس حاجة اللي علق عليها السيد فوزي أنه المنتخب ما كيوقف على حتى واحد وأنه الباب لازال مفتوح أمامه شريطة إكمال التعلق مع النادي الكتالوني ليعود أبدي للفريق الرديف مخلفا تساؤلات كبيرة عند الجمهور اللي بصح شافوا فيه مستقبل النادي. أما دوليا فبعد تعيين وليد الركراكي على رأس العارضة التقنية للمنتخب كل شيء تبدل وبدأت صفحة جديدة بهدف لم الشمل والنسيان مشاكل الماضي ليعلن في لائحته الأولية للمونديال عن أسماء كانت غائبة في حقبة المدرب البوسني وحيد علي لوزيتش بين
اسم بطل حلقتنا واللي يحضر للمقابلات الاستعدادية بإسبانيا وهو في قمة السعادة ورغم ظهوره في دقائق قليلة إلا أنه أعطى تلميحات لأنه يكون أحد العناصر المهمة بالمونديال خصوصا بعد انتقال النادي أوساسونا في إعارة بغرض الاحتكاك بالليغا وخوض أكبر عدد من المباريات في نابان عن مستوى ثابت ومهارات كبيرة في أدواره الهجومية حيث أنه لاعب سريع بالكرة ويجيد الاختراق مما يزيد من فرص الوصول لمرمى الخصوم فبعد لعبوا 8 مقابلات مع أوساسونا مجموعة 312 دقيقة من أصل 730 ممكنة ساهم في هدفين يخرج مصاب مقابلة ضد نادي بلد الوليد في دقيقة 8 إصابة بعثرات حسابات المدرب وليد الركراكي خصوصا مع بلاغات نادي أوساسونا ليأكدوا على احتمال غيابه عن المونديال ليخرج بعدها عبد الصمد ويطمئن الكل على أنه بخير وإن شاء الله يكون جاهز للمونديال كانت هذه قصة عبدي والليلة لاحظتوا مؤخرا ركزنا في قصص اللاعبين الحاليين ونسينا القدماء رغبة منا تحفيزهم قبل هذا المحفل العالمي مشاركة قصة معاناتهم وتفاصيل طريقهم الملهمة لمعانقة النجاح فنتمنوا منهم العمل بجد إضافة فصل جديد لقصتهم ويفرحونا بشي مرور تاريخي للأدوار النهائية كان معكم مروان ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو وتشاركوا في القناة إن شاء الله